النهارده في وفد من الاحزاب السياسيه زار سفاره السويد في اطار فعاليات التضامن مع اليوم يوم التضامن العالمي للقضيه الفلسطينيه. تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقه بالاوضاع في مصر والشرق الاوسط. تعالوا نشوف التفاصيل في هذا التقرير. بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع القضية الفلسطينية، قام وفد من الأحزاب المصرية بزيارة إلى السفارة السويدية بالقاهرة لتقديم الشكر على موقف السويد، حيث تعتبر السويد أول دولة في غرب أوروبا تعترف رسميا بدولة فلسطين. السويد داعمة ومؤيدة للحق والسلام، وأكدنا على ذلك في الحكومة السويدية، ونؤكد على دعمنا للقضية الفلسطينية ودعمنا البناء للمؤسسات الفلسطينية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية. أنا بشوف أن دي خطوة هتشجع كثير من الدول الأوروبية اللي يعني متعاطفة مع القضية الفلسطينية واللي كلها بتسعى أنها ترى حل قريب للقضية الفلسطينية. شارك أيضا عدد من شباب الأحزاب في تلك الزيارة، حيث نظموا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مقر السفارة السويدية لمطالبة الدول الأوروبية الاقتضاء بموقف السويد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. احنا جايين نشكر دولة السويد على اعترافها بالدولة الفلسطينية، واعتقد ان يعني نتمنى ان باقي الدول الأوروبية تاخد نفس الحظ، واعتقد ان دولة السويد كانت بادرة خلت دول تانية زي اسبانيا وفرنسا والبرلمانات بتاعتهم تفكر في انها تعترف بالدولة الفلسطينية. الفصائل الفلسطينية المقاومة ليست حماس وحزب، هناك الجبهة الشعبية، هناك الجبهة الديمقراطية، هناك الجهاد الإسلامي. بنرفض تسييس القضية الفلسطينية. دي يمكن هزة للعالم، يعني اصحوا بقى وفوقوا بقى، يعني ركزوا معانا، في شعب بيضيع واحنا مش واخدين بالنا ومش مهتمين اصلا. اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يعتبر فرصة ليركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة ان قضية فلسطين لم تحل بعد، وان الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه الأصيلة. زيارة وفد الأحزاب الى السفارة السويدية بالقاهرة هي محاولة لحث دول العالم على اتخاذ خطوة مماثلة حيال القضية الفلسطينية كما فعلت دولة السويد. نشوى الشريف، الحياة اليوم.